الحمد لله قالت لي نمشي نظافة ولكن بتعليمات جدار نصائح، اي خاصينا نعقموا ليدينا ونحترموا مسافة البعد مترو، وخاصينا نلتزموا بالكمامة. تعلم حضوري باش حد الشرح حنايا مزيان على البعد. اخر كلمة يا رب حيد لينا تشافي كل مرض مريض ومن هاد الكورونا، ويا رب نبقاو كما كنا فاش ما كانتش كورونا. انا فرحت بزاف حيت قالوا لنا غندخلوا ليكول، فرحت بزاف. كاين واحد الفرق انه ملي كتقرا في التعليم في الدار ماشي هو التعليم في ليكول. في ليكول كتشوف اساسيات لي زامي كلشي، كتشوف كتفهم كتنشاط كدير دي زاكتيفيتي وكلشي. واخا كيف في الدار كنا منظمين، كنا كنشوفو حتى حنا كنا كنشوفو لي بروف وكلشي، كنا كنخرجو بحال في المدرسة. مي في المدرسة كاين واحد الإحساس آخر، حيت في عن بعد ما كتقدرش تشوف أساتذة ديالك، ولكن بحال كي شكل كتقول كيفاش علاش حنا كنقراو عن بعد وهداك الشيء، ولكن ملي عرفنا الحقيقة قلنا صافي سي بون سا ماش. قلنا مزيان باش نقدروا نعاونوا الأساتذة ديالنا باش كاع التعليم عن بعد شي حاجة متنوعة جديدة علينا كاملين. كل شيء في الأول جاتو في شكل. أولا بغيت نشكر المديرة ديالنا سعاد الطوسي على هذا المجهود اللي دارت. ملي شفت الدراري وصحابي كنت فرحان بزاف. بالنسبه للتعليم عن بعد كان فيه واحد الحوايج كاع ما كنت فاهمهم. هنايا تتكون استاذه كتراقبك، المهم الا ما فهمتيش تعاود تشرح ليك تماك، لا ما كاينش هذا الشيء صافي. زعما كنحب ان التعليم يكون حضوري ماشي عن بعد، لان الدراري في التعليم الحضوري كينضبطوا اكثر من في الا قراو في الدار. بالنسبه لي التعليم الحضوري انا طلبت به، انا اول امهات كنت بغيت التعليم الحضوري. فاش عطاونا الورقه نعمروها حنا اللي بغينا التعليم الحضوري، ما بغيناش التعليم عن بعد. مزيان، انا فرحانه بالتعليم الحضوري، بغيت التعليم الحضوري ما بغيتش التعليم عن بعد، لان تا قلت لك التعليم الحضوري الدراري كينضبطوا اكثر في المدرسه اكثر من في البيت. هذا الدري بحال ما كيبغيش يقرا، ما كيساعدكش فهمتي، ما كيبغيش يتجاوب معاك ولا هذا. وحتى حنا عندنا مشاكل باش تبقى جالس، بحال دابا انا بنتي كنت كنبقى جالسه معاها من 8 الصباح حتى 11 ونص، وانا عطى الله عندي ما ندير فهمتي، عندي الدار، عندي ولدي خور، عندي راجلي تا هو خصني نوجد لي، ماشي غنبقى جالسه مقابله غير البنت بوحدها باش تقرا. هذا الشيء كان عندنا صعوبات في التعليم عن بعد، ماشي بحال الحضوري كتكلف به المؤسسه، ومني غيجي للدار غنديروا معاه حنا الواجبات ديالنا اللي علينا اللي غنديروا، ماشي كنبقاو نهار كامل وحنا جالسين مع الدر اللي كنديروا معاه الواجبات ونديروا معاه. كنلقاو صعوبات في الدار ماشي بحال المدرسه. بارك الله فيك. السلام عليكم. بعد المناسبه كنشكر الفنون ديالي وفرات لي هاد باش نتكلم ونعطي الراي ديالي بهذا التصريح. بالنسبه لعطاو الدراري عن بعد وعن قرب، انا ملي سمعت التعليمات ديال الحكومه ولجنه اليقظه انه وليداتنا غادي يقراو، لانه عانينا معهم معاناه قاسيه، لانه حنا اللي كنحسوا الوالدين كيفاش كنتعاملوا مع الوليدات، لانه حنا خدامين، انا بصفتي موظف، مرتي موظفه، انا حد الان كنحس براسي انه بحال شي حاجه حسيت بها تخلقات، لانه هذاك المسؤول ديال الوزاره ما كيحس اللي كنحسوا به حنا، هذاك المسؤول السيد الوزير اللي كيدوي كيقول لك لا خصهم هذه خصهم هذه، لانه حنا عانينا نفسانيا مع وليداتنا، حتى حنا ان وليداتنا ما بقاتش كيحسوا انهم راه ما كيقراوا، حنا كنجيو باش نقريهم، يعني انه هاد الشهور ولا خمس شهور اللي ما قراوش، راه وليداتنا حاليا راه ماشي القرايه عن بعد صعيبه بزاف. يقول لك شي واحد، اي واحد يقول لك عن بعد ما يمكنش، الدري انه الطفل او الطفله ما يمكنش. حتى رجال التعليم، اسمح لي، حتى رجال التعليم انا سولتهم بنفسي، سولتهم حاليا كيطلبوا انهم هما، انا كنت ولادي في واحد المؤسسه وحولتهم من هذه المؤسسه هذه، حتى سولتهم كيقول لك حنا القراءه عن بعد حنا ما يمكنش دري توصل، وكنعرفوا انه الوليدات دابا حاليا عن قرب وصعيب، خاصك تراجع معها في الدار،
علاش؟ لانه ميمكنش، لانه ميمكنش دابا الطفل عن بعد يقرا. راه اي واحد اللي غادي يقول لك الطفل غادي يقرا عن بعد غادي يكون كل كيكذب على راسو. وهذه المناسبه كنقول للسيد الوزير انهم ما يقراوش دابا الدراري اليوم وغدا ولا بعدو يقول لنا عاوتاني راه الدراري غادي يجلسوا. حنا الاحتياطات اللي كديروها حنا كنديروها، وكنتمناو ما نعيشوش معهم هذيك المشاكل النفسانيه اللي عشنا.